شهادة أشهد أن لا إله إلا الله ولا كلمة تمجيد سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إيمان مفصل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت إيمان مجمل آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. محمد شاہروخ ابنِ انسانی میں محل موزل 7786 روپے سکے راج وقت علامہ مانا منتر کی آپ کی نکاح میں دیا تو الحمدللہ میں نے قبول کیا. محمد شاہروخ ابنِ انسانی محل موزل 7786 روپے سکے راج وقت علامہ مانا منتقل کی آپ کو ان کی نکاح میں دیا ہم قبول کیا اور میں نے قبول کیا. محمد شاہروخ ابن حسان 7786 روپے سکے راج وقت علامہ مانا منتقل کی آپ کو ان کی نکاح میں دیا ہم قبول کیا اور میں نے قبول کیا. واشهد أن محمدا عبده ورسوله. تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ علی عظیم ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني
था यही मेरे जा मुझे वल वल कहना था यही मेरे जा मुझे दुनिया गवा खुदा खुदा गवा खुदा गवा खुदा गवाह खुदा गवाह।